هتطبق بي سي ال عند اي واحده فيهم. هتطبق بي سي ال عند ايه؟ اي واحده فيهم. بعد كده بقى هنخش على حاجه اسمها الايه، البيرت دايجرام. ده الجزء المهم بتاع المسائل بقى اللي لازم يجي لك في الميد تيرم. البيرت دايجرام، البيرت دايجرام ببساطه عباره عن ايه، ان هو هيديك جدول بالمنظر ده كده. ده هيديك اللي هو عباره عن اكتيفيتي معينه، اللي هو مثلا ان انت السيستم ريكويست خد وقت قد ايه، خد مثلا يومين. الفيزابيلتي ستادي خد وقت قد ايه، خد 4 ايام. الميثودولوجي خد وقت قد ايه، خد 5 ايام. التايم استيميشن خدت وقت قد ايه، 3 ايام. تمام، فيديك الجدول ده. وكل تاسك من ده انا بدي له مثلا رمز، رمز السيستم ريكوست مثلا اديته ايه، ده اديته رمز بي، ده اديته رمز سي، ده اديته رمز ايه دي. تمام، وقال لك اعمل لي البيرت دايجرام بقى. تمام، طيب انت الحاجتين اللي انت بتبص عليهم، بتبص على الحاجتين دول. اول حاجه البري بروسيس اللي هو عباره عن ايه، هل الايه ده في حاجه لازم تتعمل قبله ولا لا. يعني مثلا الايه هنا بيقول لك لا، الايه ده المفروض كده، الايه والبي هم اول حاجه تتعمل. عرفت منين ان هم اول حاجه تتعمل؟ لان ما فيش بري بروسيس قبله، ما فيش بروسيس هتتعمل قبله. تمام، طيب قال لك السي، قال لك السي عشان تعمله لازم مين تخلصه الاول؟ البي، لازم تكون مخلص البي عشان تقدر تعمل السي، لان السي معتمد على البي. طب الدي، قال لك الدي معتمد على الاي والسي. تمام، قال لك ارسم لي بقى البيرت دايجرام. طب البيرت دايجرام ده بنرسمه ازاي؟ ببساطه قال لك اهو الجدول ده بتديه لك. اول حاجه بتعمل اول نود، دي اللي هي الستارت عندك، اللي هي النود الاولانيه دي. تمام، اللي هي الدايره دي، دي كده نقطه البدايه عندك اللي هي واحد. تمام، نقطه البدايه عندك مين، مين الحاجات اللي ما عندهاش بري بروسيس او مش معتمد على حاجه قبلها؟ هتقول لي الاي والبي. عشان كده نقطه البدايه عندك هتقول لي ايه، ان انا هطلع منها نقطتين اللي هو الاي والبي هيطلعوا منها. تمام، اللي انت عباره عن ايه، ممكن تبدا بالاي او ممكن تبدا بالبي، لان مفيش حاجه قبل الاي ومفيش حاجه قبل البي. فاول نقطه الستارت عندك طالع من مين؟ طالع منها الاي والبي. تمام، طيب بعد كده قال لك انا كده خلصت الاي، طلعت الاي وخلصت البي. طيب قال لك ان السي معتمد على مين؟ السي معتمد على البي. يبقى هطلع سا، يبقى السي هتطلع من سهم مين؟ السي هتطلع من سهم البي. هاي قال لك السي هتطلع من السهم اللي هو مين؟ بتاع البي. ده كده النود بتاع البي اهي، النود بتاع البي هطلع منها السهم بتاع السي. ليه؟ لان السي قال لك معتمد على البي. تمام، طيب بعد كده هنيجي عند الدي. الدي قال لك معتمد على مين؟ الدي قال لك معتمد على الاي والسي. فهقوم اطلع كده الاي اهي والسي اهي، هقوم عاملهم في نود مشتركه، نود مشتركه تطلع لك الدي. يبقى الدي دي عباره عن ايه؟ هي معتمده على الاي والسي. تمام، بس كده انا كده عملت البيرت دايجرام للاول مساله عندي. تمام، طيب دي هناخد مثال كمان على البيرت دايجرام. قال لك السؤال ده كده. طيب اول حاجه كده انا عندي قال لك الاي دلوقتي مين نقطه الستارت عندك؟ هتقول لي الاي والبي. عرفت منين ان هما الاي والبي؟ لان الاي والبي مش معتمدين حاجه قبلهم، فنقطه الستارت عندي اللي هو الواحد هيطلع منها الاي والبي. تمام، فانا كده خلصت الاي والبي. تمام، طيب دلوقتي هاجي عند السي. السي هي عباره عن ايه؟ قال لك ان السي معتمد على مين؟ معتمد على البي. فهاجي عند البي كده واطلع منها سهم، هطلع البي كده، البي دي كده هطلع منها سهم اللي هي السي. يبقى كده السي معتمد على مين؟ على البي. انا كده خلصت السي. تمام، طيب بعد كده قال لك الدي. الدي ده هو معتمد على مين؟ هو المفروض معتمد على الاي والسي. المفروض معتمد على مين؟ على الاي والسي. تمام، طيب يبقى انا المفروض كده هعمل نود، المفروض اعمل نود هنا، اعمل نود كده هنا، المفروض ادخل فيها الاي والسي. بس قال لك خد بالك من حاجه، انا النود لو انت عملتها كده هنا ودخلت فيها الاي والسي، لو مثلا دلوقتي كده عملت نود اهي، عملت نود اهي ودخلت فيها الاي ودخلت فيها السي. تمام، النود دي بقت عباره عن ايه؟ بقت عباره عن اي سي. تمام، بس قال لك خد بالك بقى من حاجه، ان عندك حاجه اسمها اي وعندك حاجه اسمها الاف. الاي والاف هما معتمدين على السي بس. تمام، فما ينفعش مثلا تيجي تطلع كده وتقول له هنا مثلا كده الاي، تقول له مثلا هنا الاي والاف. ليه؟ لان كده الاي والاف هيكونوا معتمدين على الاي والسي، بس هو قال لك ان الاي والاف معتمدين على مين؟ على السي بس. طيب يبقى الحل ده هنعمله ازاي؟
قال لك الحل ده هنعمله ببساطة، ان احنا نشيل ده كده اهو. قال لك نعمل ايه؟ نخلي دلوقتي ان نود معينة داخلة فيها السي بس، نود معينة داخلة فيها السي بس عشان احافظ على السي لوحدها، تمام؟ واعمل نود تانية عبارة عن ان هي داخلة فيها الايه، داخلة فيها الايه، تمام؟ واقوم موصل كده، عامل في حاجة اسمها دامي. يعني ايه دامي؟ مسار وهمي اللي هو عبارة عن ايه، ان السي دي داخلة في الايه كمسار وهمي كده، تمام؟ داخلة في ايه كمسار وهمي، تمام؟ فدي كده النود دي بقت عبارة عن ايه، النود دي بقت عبارة عن شاملة الايه والسي. ليه شاملة الايه والسي؟ لان شاملة الايه داخل فيها ايه كمسار فعلي، تمام؟ وداخلة فيها السي بس كمسار طمي، كمسار ايه وهمي، تمام؟ فابدا اطلع منها الدي اللي هي دي، قال لك انها طالعه من ايه والسي، فكده الدي بقت طالعه من ايه، من النود دي. النود دي هي شامله مين؟ شامله الاي والسي، شامله الاي والسي، تمام؟ طيب قال لك بالنسبه للايه، للاي والاف، هم معتمدين على مين بس؟ معتمدين على السي بس. فالنود دي كده هي عباره عن ايه، دي داخله فيها السي بس، فابدا اطلع منها الاي والاف، تمام؟ يبقى كده الاي والاف طالعين من السي بس، مش طالعين من الاي والسي، تمام؟ دي الحته كده عشان انا عملت ضامي. الضامي ده عباره عن ايه، مسار وهمي. انا بعمله ليه؟ عشان دي كده تكون ايه، دي شامله الاي والسي ودي شامله السي بس، تمام؟ لو ما كانش عامل لك الاثنين دول كنت تعمل الاي والسي مع بعض في نود واحده عادي، تمام؟ طيب دلوقتي كده انا خلصت الاي والاف، الاي والاف طالعين من الايه، من السي. طيب بعد كده قال لك الجي مالها؟ قال لك الجي طالعه من الدي، طالعه من الدي وطالعه من الاي وطالعه منين؟ وطالعه من الاف، تمام؟ طيب عندك ملحوظه بقى مهمه، ان هو دلوقتي يعني المفروض كده تعمل، المفروض تعمل نود، تمام؟ النود دي تكون المفروض داخله فيها مين؟ داخل فيها الدي وداخل فيها الاي وداخل فيها الاف، عشان اطلع منها مين؟ عشان اطلع منها الجي، صح؟ بس قال لك تاخد بالك من ملحوظه مهمه، في البرت تشارت ما ينفعش اتنين طالعين من نود واحده يدخلوا في نود. يعني ما ينفعش اتنين طالعين من نود واحده يدخلوا في ايه؟ في نود. يعني انت دلوقتي لو كنت عملت نود وقمت مدخل فيها الدي والاي والاف، معنى كده ان الاي والاف طالعين من نود واحده وداخلين في نفس النود. قال لك ده غلط، قال لك ده ايه؟ ده غلط. فيبقى احنا نعمل ايه بقى عشان نحل المشكله دي؟ قال لك برضو تعمل برضو مسار وهمي اللي هو ضامي، مسار وهمي اللي هو الضامي. تعمله ازاي؟ اللي هو عباره عن كده، قال لك ببساطه هنعمل نود اهي، نود اهي ندخل فيها الاي والدي مع بعض، تمام؟ ليه؟ لان الاي والدي هم خارجين من نقط مختلفه، فممكن يخشوا على نفس النود عادي، انما الاف ما ينفعش تخش مع الدي، تمام؟ فنعمل ايه؟ نعمل نود لوحدها للاف، ونوصلها مسار وهمي مع النود اللي هي أربعة، النود أربعة دي مسار وهمي ضامي. الضامي ده اللي هو مسار وهمي مش مسار فعلي، السهم اللي هو ده كده بيبقى مسار حقيقي، المسار ده بيبقى مسار وهمي، تمام؟ كده بقت أربعة عبارة عن إيه؟ كده بقت أربعة داخل فيها الدي والإي، تمام؟ والمفروض يكون داخل فيها الإف، بس ما ينفعش الإف يدخل كمسار أساسي. ليه؟ لأن الإف والإي طالعين من نفس النقطة، ما ينفعش يدخلوا في نفس النقطة، فعشان كده الإف بقى دخلتها في نود لوحدها، بعد كده قمت موصلها مسار وهمي مع الاربعه. كده النود اللي هي اربعه بقت شامله مين؟ بقت شامله الدي كمسار فعلي والاي كمسار فعلي، وشامله برضو الاف متوصله فيها كمسار وهمي. يبقى الاربعه دي اللي هي النود دي شامله الدي والاي والاف، تمام؟ ابدا اطلع منها بقى دلوقتي مين؟ ابدا اطلع منها دلوقتي الجي عادي، تمام؟ اهي كده انا خلصت كده الايه؟ المثال التاني.